اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج كوبي بيست حلقه اليوم رح نحكي عن الكذب عند الاطفال أه برحب باستير بو انطون المعالجه النفسيه اهلا وسهلا فيك استير اهلا فيك أنطون اهلا بالمشاهدين كيف صحتك؟ الحمد لله ماشي الحال كل شيء منيح؟ اليوم موضوعنا حساس الكذب عند الطفل مزبوط وكلنا بنعرف انه الطفل بيتعلم الكذب بالتقليد لا يعني ما بيش ما ما الشغله معهم بالفطرة او شيء بل بشوف غيره كيف عم بكذب بصير هو كمان يكذب هيدي وحده من الاشياء يعني اكيد وحده من الاشياء اللي دائما نحن عم نشوفها عند الاطفال هي التقليد ولكن هلا كمان مثل ما رح نحكي سوا انا وانت رح نشوف انه الكذب هو مرحله هو بيصير بمرحله من مراحل النمو عند الطفل صحيح. يعني اغلبيه الاولاد عندهم هذا الموضوع لعده اسباب كمان هلا رح نشوفها انا وانت آه، رح نشوف انه هو جزء من نموه مثل ما نحن قلنا قبل مرات مثلا انه انه يتخيل اشياء هو جزء من النمو تبع الولد انه اوقات ما يعرفوا يعبروا مزبوط باللغه كمان مع مع, مع, الوقت يعبره أكثر. مع الوقت, بصيروا بيصيروا يعرفوا يعبروا اكثر فكمان الكذب لحد خلينا نقول لعمر الست سنوات تقريبا بنعتبره انه هو جزء طبيعي من نمو الاطفال لانه الولد ما بيكون بيعرف يميز ما بين الخيال والحقيقه من يعني هيك بيصير يخلط بين الاثنين وبفكروا إيه الاهل انه هو عم بيكذب بينما هو بيكون عم يخلط بين الحقيقه والخيال اللي موجوده براسه مزبوط مزبوط نحن بنعرف انه الخيال هو جزء من الـ من الـ القدرات يلي عنده اياها الولد واللي عنده اياها الانسان بشكل طبيعي يلي هي بتبلش معه بعمر الطفوله واكيد مع الوقت بيصير هو عارف انه هيدا الشيء منه حقيقه ولكن ما بيمنع انه الخيال كمان هو بيساعدنا انه نكون خلاقين اكثر ولكن نكون واعيين له مع الوقت هو هذا النوع من الكذب بسموه الكذب الالتباسي لانه نعم. يكون الولد مش عم يعرف الفرق مزبوط. بين الخيال وال بين الخيال والحقيقه بينما الكذب الخيالي هو وقت بيكون الولد عم 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 بكذب بطريقه مباشره وبيعرف انه هو عم بي عم بكذب بينما الكذب العرضي هو آه سوري الغرضي هو الكذب وقت بيكون عم بكذب تيحصل على تيحصل على غرض معين, فبصير يكذب الولد يحصل وكل الاولاد بعتقد بيمرقوا فيها يعني منه هالمشكل اللي كتير كبير الا مثل ما قلتي من بعد عمر الخمسه ست سنين الولد بصير يعرف انه هون عم بكذب هون مش عم بقول الحقيقه هوني هون بنحط وبنشوف التربيه تبعورته وبنشوف كمان امه وبيه او هو المجتمع اللي موجود فيه اذا هو مجتمع بكذب ما بقول الحقيقه 100% نحن هيك شوي رح اعطي اذا بدك مثل لمحه عن قصه الكذب عند الاولاد آه مثل ما قلنا عمرهم من بسنين الطفوله الاولى لحد عمر ست سنوات وهو يمكن بيساعد الولد انه يعبر عن حاله وبذات الوقت ممكن اوقات يستعمل الولد ليحصل على امور هو بحاجه لها يعني ممكن يعوز شغله من اهله يكذب عليهم يحصل على هالامر المعين اللي هو بده اياه او ممكن يهرب من مسؤوليه معينه يعني ممكن يقول انه انا طلبته مني انه اعمل هالشغله ضب غراضي او ما بعرف لون عم نحكي قبل ست سنين يعني اذا كنا بعنا بفتره تلوين او شغل معين كتابيا عم نحكي ممكن بده يهرب منه الولد ما بده يعمله في يقول انه انا عملته فالهروب من المسؤوليه كمان عندهم بهذا العمر آه بيصير بي من خلال الكذب خلينا نقول فاحد الامور ما آه انت كمان شو عندك فيه آه انا اللي بعرفه في الكذب التقليد يلي يعني هو مثل ما قلت من شويه هو وقت بقلد الولد اهله يلي عم بكذبوا بصير يقلد يقلدون نعم. وهون المشكله الكبيره وقت الاهل بصيروا يضحكوا للولد انه ليه عم بكذب وهيك واكيد هذا تصرف منه مناسب ابدا لا للاهل ولا للولد لانه نعم. الولد بده يعرف لعمر معين انه لا لازم اقول الحقيقه مثل آه مثل ما هي في م. عنا كمان الكذب الانتقامي وقت الولد بده ينتقم من اخواته بكذب كذب معينة تينتقم منهم آه فبقول ما بقول الحقيقه فبهذه الطريقه الام والاب يمكن بقاصصوا الاخوه وهن ما يكونوا عاملين شيء بنسميه آه هذا الكذب الانتقامي وصولا للكذب المرضي, المرضي يلي هو الميتومانيا وقت بيصير الكذب طول الوقت يعني الولد بيصير بعمر معين حتى متقدم بالعمر نعم. واكيد هذه الميتومانيا بنشوفها حتى عند الاشخاص الكبار بالعمر نعم. عند الراشدين وقتها ما بنقدر ناخذ من, من حديثهم شيء كل شيء عم بيقولوه كله تفنيس كله كذب م. اكيد هون بنفوت بالاضطراب النفسي وليس كذبه مثل ما بيقولوا كذبه بيضاء شو رايك بالكذب البيضاء ما دام عم نحكي هلا عم نحكي عن الكذب استاذ نعم هلا نحن اذا عم نحكي عن الاطفال اه... مثل ما فهمنا انه الموضوع هو اه... يعني بدنا نتعامل معه بطريقه على عمر الولد بس بذات الوقت بدنا نفسره يعني اذا اعتبرنا انه الولد كذبته بيضة بهيدا العمر آه, طبعا نحن بنتفهم هذا الموضوع ولكن علينا اصلاح هذا الشيء عنده مع الوقت لحتى يصير فاهم انه في فرق بين الحقيقه وبين الخيال، رح اعطي اكزامبل صغير بالنسبه نعم. لهيدا الشيء آه, في كثير اولاد بحبوا يقولوا انه آه, انا البابا أم بيقدر يطير البابا بيقدر نعم يعمل نعم يعمل رجل فضاء رجل فضاء بيعمل امور ما حدا غيره من البيات بيقدر يعملها نحن بنعرف انه هيدا الولد بعده امنيه هيدي عنده اكيد يعني هو بيكون شايف انه بيه هو احسن اب بالعالم وشايفه هالقد بصوره مضخمه نحن وقتها بدنا نتعاطى مع هيدا النوع خلينا نقول من المزج بين الخيال والواقع فينا نقول انه نحن إن كلنا بنحب البابا تبعنا يكون كتير قوي ويكون عنده قوه خارقه اكيد يعني نحن كمان بنحب هيدا الشيء بس لازم تعرف انه هيدا الشيء منه حقيقه صحيح. يعني إذا اعتبرنا هول النوع من من الكذبات كذبات بيضة يعني عند الأولاد إنه كمان نعرف كيف نتعاطى معه وأنا بعرف كثير منيح إنه لازم نقول للولد إنه إيه وما فيها شيء إذا كان البابا بيشتغل بالزراعة أو بيشتغل بهالمطرح بمطرح معين أو شيء يعني كان شغلته بسيطة إذا بدك مش هالشغلة إيه يلي هو متخيلها كثير كبيرة فبهيدي الطريقة الولد كمان رح بيصير يتقبل بيو أكثر وأكثر وبيتقبل المهنة تبع البيو لأنه كمان استر هيدا موضوع كثير مهم اذا الله راضي بنحكي عنه هن الاولاد وقت بيصيروا يستحوا من اهلهم او من مهنه اهلهم بنشوفها موجوده كثير بالمدارس انه الولد وقتها المعلمه بتسال احد الطلاب احد الطلاب سوري احد التلاميذ بالمد بالصف انه البابا شو بيشتغل او شيء ملاحظ بعض الاحيان الاولاد بيستحوا يقولوا آه آه البابا البيون شو بيشتغل بسبب آه النقطه يلي كنا عم نذكرها من شوي بحبوا يشوفوا بيون لانه عنده صورة مثالية بالنسبة لإلون إنه م. بمهنة كثير كبيرة ومهنة كثير قوية وإنه هو البطل والقوي فكثير مهم إن لهول الأولاد إنه نفسر لهم إنه المهن كلها متساوية المهن كلها جديدة سوري آه، المهن كلها منيحة ومنقدر قيمتها بنقدر نفسر له كمان انه نحنا بالمجتمع بنقدر نساعد بعضنا يعني كل الطبيب بيساعد المهندس المهندس بيساعد المزارع من خلال الشراء المزارع بيقدر يتساعد من شخص تاني موجود بيشتغل بالدوله الى اخره من اشياء يعني يعني نقطة كثير مهمة للأولاد خاصة الولاد اللي بيستحوا من مهنة أهلهم أنه <applause> نفسر لهم الحقيقة وأنه ما فيها شيء إذا أهلكم بيشتغلوا هذه آه كانت أكيد أنتر صغيرة <applause> حبيت أنا أحكي عنها لأنه عم نلاحظها موجودة بكثير بالمدارس السر آه بنلاحظ كمان أنه بالعائلات يعني فيها كثير كذب الأم والأب آه بكسبوا كثير او ما بيقولوا الحقيقه كثير للاولاد او بي او بيخفوا الحقيقه مثلا برن التليفون الام بتقول لبنتها قولي للجاره انه انا مني بالبيت نعم يعني هون الاهل عم بي عم بيعلموا الولد مثل ما بيعلموا التربيه الصالحه عم بيعلموه كمان شيء منه الصالح اللي هو الكذب الحاله الاهل كيف بدنا نتعاطى معهم وكيف بدنا نفسر لهم أنه أديش التصرف تبعهم عم بيأثر نفسياً وعم بيعلموا للولد الكذب أو التصرف الغير صحيح أكيد هون منرجع منقول أديش الأهل عندهم مسؤولية تجاه أولادهم أديش عندهم مسؤولية تجاه نفسهم تجاه الدور يلي عم يلعبوه هيدا الشيء كتير مهم آه طبعا نحن فينا آه اذا منا قادرين مثلا بهيدي الحاله نرد على تليفون اكيد منه مضطر الشخص يكذب ويكذب قدام ابنه ويعلم بنته او ابنه هيدا الموضوع يعني فينا آه نتخطى هال هالمشاكل بطريقه سليمه وهيدا بده جهد وبده وعي من الاهل وبتمنى انه يعتمدوه كطريقه حياه يعني يا بنعتمد انه هين كثير بخفي قصص عن الاولاد آه بكذب بكذب على الناس اللي حواليه أريح راسي إنه من شغلة معينة يا أما بعتمد أسلوب الصراحة بعتمد أسلوب التوعية, التوعية مثل ما قلت والوعي تحمل مسؤوليتي انا اتجاه اولادي وتجاه الاخرين. صحيح يعني نعم. الاهل بدهم يعرفوا انه هن مش بس اهل انه بامنوا الحاجيات لاولادهم بل هن مربين نعم وبدهم ينتبهوا على التصرفات تبعهم نعم. إنه كل كل كلمه عم بقولوها الولد عم يستوعبها، نعم. الولد عم ياخذها وبيقدر يتصرف من خلالها يعني يقلدهم نعم. مثل ما بنرجع ونقول برنامجنا ليه بنسميه كوبي بيست؟ ليه برنامجنا اسمه كوبي بيست؟ لانه بالنسبه لالنا الولد هو عم يعمل كوبي لاهله نعم وبيعمل بيس لتصرفاته، صح من هيك بدنا ننتبه على تصرفات تبعولنا تجاه اطفالنا الصغار. نعم. كمان بحب احكي موضوع كثير مهم لانه ذكرتيه هو عن التوعيه، من اهم الاساليب العلاجيه اذا بدنا نحكي للكذب السر هو بيقولوا التوعيه، نعم. من وعي الاهل انه قديش بدهم ينتبهوا على تصرفاتهم بس كمان بدنا نوعي الولد على التصرفات السيئه والتصرفات الجيده ويعرف صحيح. يفرق بيناتهم برايك اي عمر نادر نبلش نعمل هالنشاط مع الولد نفسر له انه هذا تصرف جيد وهذا تصرف غير جيد اول شيء انا بدي اقول انه نحن من اول ما بنربي اولادنا من السنين المبكره للطفوله فينا نوصل لهم مبادئ سليمه وفينا نوصل لهم التصرف السليم والتصرف الخاطئ خلينا نقول او اللي منه مناسب خلينا نقول بيقدروا يعرفوا الأولاد هيدا الشيء حتى من السنين الأولى يعني يمكن سنتين سنتين ونص الولد ببلش يفهم أكتر وأكتر إذا نحن فسرنا له عن طريقة تصرف معين، يعني ولكن في فرق صغير إنه نحن بدنا نعطي وقت للولد اللي بيكون بعده صغير، صحيح. بدنا نعطي وقت لحتى يستوعب الشيء اللي عم نقول له إياه ونفرجيه التصرف السليم قدامه صحيح يعني بنقول انه لازم ننتبه على المبادئ اللي الولد بده يتعلمها يعني مبدا الخيال والحقيقه مثل ما من شوية الولد ما بيقدر ما بيصير واضح قدامه الفرق بين الحقيقه والخيال الا لعمر خمس ست سنين نعم مزبوط هيدا المبدا بيتعلمه مع الوقت اكيد ولكن في مبادئ اخرى نحن وقيم فيها نوصلها لاولادنا فينا نوصلها لهالولد حتى لو عمر سنتين سنه ونص حتى من بكل الاعمار وصغار. نعم بس بلش اكيد يعني يفهم ويحكي ويصير واعي شوي على على المجتمع اللي حواليه نحن فينا نفسر له وفينا مثل ما قلنا كمان بطريقتنا بالتعاطي مع بعض بالاهل بالتعاطي مع بعضهم كمان يوصلوا لهيدا المسار وبتصحيح التصرف يلي عم يعمله الولد يعني خليني اقول عمر ثلاث سنوات الولد بهيدا العمر رح نشوفهم بحلقات جايه كمان هيدا العمر انه الولد بصير يقدر يضبط انفعالاته اكثر بصير يقدر يفهم القانون اكثر والمبادئ القوانين والقواعد والمبادئ الاجتماعيه لكن نحن بنقدر نتواصل مع الولد ونفسر له عن الامر المقبول والامر الغير المقبول، يقدر يميز بين بين ها هالمبدائين هودي ها وهون اهميه انه الاهل ينتبهوا على عمره للولد، انه الولد قبل عمر الخمس سنين رح عم عم يتخيل اشياء نعم. عم يخلط ما بين الخيال نعم. والواقع نعم. فبدنا نكون منتبهين انه حتى لو حسينا انه بعض الاحيان ما عم بيقول الحقيقه بدنا ناخذ بعين الاعتبار مثل ما قلنا من شويه عمره للولد لانه نعم. في مبادئ ما, ما بيقدر يتعلمها وما بتقدر يستوعبها الا لعمر معين بين هالخيال والحقيقه ما بتكون واضحه كثير بالنسبه له بهذا الموضوع وانا هون بحب احكي مو بحب اذا بدك شير نقطه وبالنسبه لسوبرمان وسبايدر مان وهيك الاولاد يلي بحبوني كثير أه قبل العمر ال سنين بنلاحظ الولد بصير يقلده بصير يوقف وبده يكب حاله وبده يطير وهيك ليه لانه الولد بهذا العمر بعض الخيال والواقع منه واضح بالنسبه له، من هيك كمان الكذب ما بنقدر نقول عن هذا ولد كذاب او ننعته بهيك الصفات واللي ممنوعه حتى م. حتى لو بعد عمر الست سنين كان الولد عم يكذب ما بنقدر نقول انت ولد كذاب بنقول له انت ولد مش عم بتقول الحقيقه يعني نضل دائما عم نقول اشياء بوزيتيف نعم مش مش بس هيك انا بدي اقول انه في طرق كمان نقدر نساعد فيها الاولاد اول شيء كثير مهم انه نسمعه للاخير يعني بدنا نسمع الولد هو عم بكذب كذبته بدنا نسمع للاخير لانه وقتها بتسمع مضمون الكذبة تعرف ليه عم يكذبها يعني بنفهم من خلاله شو احتياجاته لهالولد يعني ليه الولد عم الولد بكذب اوقات لانه بيكون خايف مزبوط بيكون خايف من شي من شيء معين او مرتبك او عنده قلق او خوف من شيء معين من هيك بصير يكذب يعني كلنا بنعرف الاولاد بيوعوا الصبح من بعد ما بكونوا عملوا نحسب حلم منه حلوة او كبوس او شيء بيوعوا الصبح بيقولوا لنا يي انا العشيه صرعته للوحش الكبير وخليته يروح ويفل هلا كلنا بنعرف انه هذا كله كذب بس هذا منه كذب الا خيال من الطفل ولانه عم بيقول هالخيال والكذب بسبب الخوف والقلق اللي عايشه خلال الليل نعم, نعم مشان هيك كثير مهم نحن انه نعطي الثقه للاولاد يعني دائما نحسسهم انه نحن عم نسمعلهم للاخير ونحن عم نتفهم مشاعرهم ومتطلباتهم للاخير وما نلومهم اذا كذبوا بطريقه يعني مش نلومه مثل ما قلت وما ننعته انه هو كذاب او نقول بعمر صغير خاصه عم نحكي نحن بعده بالخمس سنين والست سنين ما يحس حاله انه هو خلص صار عنده مثل صفه محطوط عليه انه هو كذاب ولكن بالعكس هذا عليه كثير اكيد علي ويمكن بفكرها صح وبيمشي فيها فيه. فبدنا بالعكس نقوي له ثقته بنفسه ونحن نكون مهتمين فيه ونفهم شو حاجته من وراء هالكذبه يعني مثل ما قلنا اذا هو عم يهرب من مسؤوليه يعني مثلا كذب علينا بمسؤوليه معينه نحن طلبناها منه نفهم انه يمكن هالمسؤوليه هي كبيره عليه ما انه قادر يعملها ونساعده يمكن نعطيه مسؤوليه اهون له يعني من هون من هون يعني مهم انه الاهل كتير يسمعوا لاولادهم يتفهمون ويعرفوا احتياجاتهم ويقدروا يجاوبوا عليها بطريقه مناسبه واذا كان الولد صار فوق الخمس فوق الخمس ست سنين وصار بيعرف يحدد الخيال وين موجود والحقيقه حقيقه الاشياء وين موجوده هون الولد اذا ضل يكذب نعم. وكان كذبه تكراري وما له سبب نفسي اذا بدك بخليه انه يكذب قلق او خوف او الى اخره هون بيوصل دور العقاب نعم. اكيد العقاب العقاب هو العقاب الايجابي نعم. مش العقاب النرسيسي اللي هو بس برد على الحاجه تبعول الـ 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 الام والاب <applause> فمن هيك بدنا نكون منتبهين انه الولد شو هي طريقته بالكذب واذا ما لقينا سبب مقنع لهالكذب هون بننتقل للعقاب وكرر بقول العقاب الايجابي اللي هو بده يكون نفسر له للولد شو هو <applause> العقاب وبدنا نبتعد عن كل العقاب يلي هو له علاقه بالاكل نعم أكيد. أو بالراحة النفسية تبعه نعم والراحة الجسدية والجسدية نحن بدنا نفهم كثير شغلة أنا يعني وهون العقابات يعني ما في العقاب يكون إنه أكيد مش بالضرب نرجع بنقول إنه ما يكون في ضرب كمان ما نقاصصو إنه نحطه بوضعيات جسدية مؤلمة له أو مؤذية يعني لجسمه نركعه، نحطه بالزاوية، هول كلهم نعم. آه نعم. بالمدرسة أوقات بيستعملوها، الأهل أوقات بيستعملوها لركع ورفع إيديك، نعم. أو ممنوع تاكل نعم. أو ممنوع أكيد أو ممنوع يلعب ممنوع. أو ممنوع يلعب مثلا خلينا نقول إنه الحرمان من اللعب والحرمان من الرياضة هول منهم قصاصات، ما بحق لنا نقصصهم بهالطريقة، هن بالقوانين حماية الأطفال منه الحرمان من من الرياضة الحرمان من الاكل من الطعام ومن انه نعرض جسده للولد <applause> لخطر هن ممنوعين طيب أنا اكيد الاهالي عم بيتساءلوا انه طب اذا هو كلهم ممنوعين شو بنقدر <applause> نعمل مع الولد <applause> <applause> لأن انا ما بعرف بحب اقول فكره صغيره استار و... يلي هي بنقدر نخلي للولد يقعد لوحده باوضته يفكر بالخطا او بالشغله اللي عملها منها جيده ومن وعدد السنين عمره يعني إذا كان عمره 8 سنين بيقعد باوضته 8 دقايق وبعدين بيرجع لعنا وأهم شيء هو يصير في حوار, حوار. نعم. بين الأم نعم. والولد أو بين الأب والولد أكيد أكيد بدي أقول بدي شغلة كمان إنه ما لازم نخلي الولد يحس إنه وقت اللي كذب قدر حصل على اللي بده اياه صحيح يعني ما لازم منفصل. يفهم الولد نعم ما لازم يفهم انه هيدي الكذبه ما راح توديك على تلبيه حاجاتك بالعكس لازم يعرف انه هيدي الكذبه خاصه بعد ما يتخطى ست سنين خلينا نقول بصير هون في مسؤوليه اكثر على الولد لازم يفهم انه هيدي الكذبه رح توديه ل عواقب لتصرفاته منا آه ما راح تكون صالحه لإله يعني رح يكون هو ينحرم ممكن من اشياء معينه من العاب معينه آه ونفرجي انه نحن عن جد زعلانين بهذا الموضوع نفرجي آه مشاعرنا تجاهه انه نحن ما راضيين ونوصل له القيم اللي هو لازم يعرفها يعني انا كثير بشدد على انه كل اهل لازم يربوا اولادهم على قيم معينه الولد لازم يعرفها مثل احترام الاخر احترام اغراض الاخرين آه المساعده محبة الآخرين، هول قيم أنا بحب إيه بحب مع هالقيم الأساسية يعني الولد بحب زيد كمان الشعور بالأمان نعم أكيد الشعور بالاستقرار أكيد آه يعرف حاله إنه هو محبوب من أمه ومن بيو، هول كلهم بيبعدوا أه. الولد آه بالشعور بالشعور هيك بالإنزعاج وصولاً إلى الكذب نعم لأنه بعتقد الكذب هو الولد بيعمل بكذب لو بكون هو متضايق كمان نفسيا نا. يعني مش عم بكذب تيكذب هلا اذا كان اذا لاحظنا انه ابننا صار عنده تكرار للكذب لانه صار مبسوط انه م. هو عم بيكذب هون العقاب مثل ما قلنا الايجابي اساسي نا. تنعلمه انه انت مش هتقدر توصل على شيء نا. انت اذا ما قلت الحقيقه منك منك المنتصر نحن عم نعرف م. انه انت عم بتكذب هون بحب كمان اقول ملاحظه كثير مهمه لكل المربين بالمدرسه كمان والامهات يلي بيقعدوا اكثر الوقت مع اولادهم انه لازم نفرج الولد انه نحن عرفنا انه انت عم بتكذب اي <applause> اكيد لازم نحسسه انه نحن عارفينك انه انت مش عم بتقول الحقيقه مضبوط لانه الولد بهذه الطريقه اللي بحس انه هو عم يعمل شيء غلط ورح يبتعد عن الكذب <applause> اكيد واحدى الاشياء اللي فينا نلجا لها آه، انت بتعرفها كثير منيح هي فينا نساعد الولد يفهم هيدا الموضوع من خلال القصص حضرتك كاتب واديب للاطفال وخليني انا بحب اسمع كمان منك شوي كيف من خلال القصه بنقدر نفهم الولد الفرق بين الحقيقه والخيال وبنقدر نوصل له مبادئ صحيح. مزبوط هلا ببدايه باي. القصه لازم نفسر له للولد انه هيدي قصه هيدي نعم. قصه منا حقيقيه صح. حتى لو في فيها بعض الاشياء يلي يعني معقول تصير بحياتنا بس في اشياء مش معقول تصير بحياتنا نعم. وهلا الادب الاطفال خاصه انا اللي بعتمده انا بعتمد كثير وقت بكون عم بكتب بادب الاطفال انه بعتمد على فكره فرج الولد حقيقه الاشياء مش بس حقيقه الاشياء فرج الولد او يتعلم الولد من الكتاب او من القصه شيء ياخده معه ويضل متذكره لمدى حياته، مزم. كلنا بنتذكر يا أستار كثير في عنا قصص قرينا وقت كنا صغار، بعدها لهلا مع بحياتنا، ليه؟ لأنه تأثرنا فيها وبعدنا عايشين فيها، مزم. من هيك فينا نستعمل أو نختار الأهل لازم يختاروا قصص مناسبة لعمر ولادهم، والهدف تبعوه للقصة لازم يكون واضح بقلب القصة تيتعلم منه الولد. أنا مثلاً كاتب قصة ضمن سلسلة التربية النفسية مع دار أصالة عن الكذب ومنفسر للاهل كيف معقوله الاهل يساعدوا ولد خلال قراءه القصه لانه هي قصه عن الكذب خلال قراءه القصه كيف بفسر الولد انه هيدا تصرف غير جيد بهذه الطريقه الاهل بيكونوا عم بيساعدوا اولادهم انه يبعدوا عن المخاطر تبع للكذب او يعني مثل ما قلنا انه اذا كذب مره مش مشكل نحن بدنا نتفهم نحن كاهل انه الولد عم ينمى ودوم النمو تبعوله الولد بده يتعلم الكذب بيصير يعرف الفرق بين الكذب والحقيقه <applause> بس الخوف هو وقتها بيصير الكذب عادي عند الولد ف... فهذه هي الاشياء اللي بحب انا اقولها بالنسبه لكتابه لك القصص واللي وال... كيف بنعلمه للولد بنهايه حلقتنا استاذ انا بحب اخذ منك بطريقه كتير سريعه بعض التبس يلي بيقدروا الاهل يستعملوها تجاه اولادهم يلي بكذب آه كمان رح اقول شغله كتير مهمه ما حكينا فيها هي انه عدم اخفاء الحقيقه عن الاولاد ضروري ضروري نقول الحقيقه للولد وقتها لو نحكي شو ما معه. كانت لو شو ما كانت اكيد الحقيقه يلي بتخصه والحقيقه يلي بطريقه مبسطه وبتناسب عمره يعني ما نخفي الحقيقه آه نستعمل هيدا الاسلوب ما نكذب قدامه اكيد حتى لو آه كانوا اسئله شوي محرجه يعني من وين جيت نعم نعم آه بطريقه مبسطه ماما والبابا عم يتخانقوا بدهم يطلقوا شي من هالنوع يعني بدنا نقول الحقيقه لو شو ما كانت بس تكون بالنسبه لعمرهم وللحاجه النفسيه تبعهم 100% نسمع للولد للاخير ما نقطشه ونقول له انت كذاب وما عم تقول حقيقه وانا شفتك عملت هيك يعني نسمعه للاخير لحتى نفهم احتياجات هيدا الولد ونقدر نساعده بهيدي الطريقه نعم اه القيم ضروري يفهم الولد انه في مبادئ قيمه بده يربى عليها وما بيقدر يزيح عنها بده يطبقها والافضل اكيد يطبقها كرمال صالحه كرمال ما يعرض حاله للخطر ولا يعرض غيره للخطر <applause> اوكي ودائما فينا نستعمل القصص كمان لهيدا الموضوع <applause> اوكي اه استاذ انا كثير بشكرك على هالحلقه شكرا. المميزه أه واكيد بنلتقي بحلقه جديد أنا, أه انا بشكر للمشاهدين أه يلي تابعونا بهالحلقه الكذب أه بالنهاية مثل ما قلنا هو أه معقول الولد يكون عم بيقلد غيره عم بيقلد امه او بيه او حدا بيعرفه بس لازم نكون منتبهين ونفسر للولد انه الكذب هو عاده كثير سيئه وما بيقدر يستعملها وقول الحقيقه هي دائما افضل طريقه يقول الاشياء انا بشكركم واكيد بنلتقى بحلقه جديده